ازاي ممكن نكون بنشوه صورتنا في العالم من غير ما ناخد بالنا؟ يا ملزة او شعر اصفر لما بنفكر في نفسنا وبس وبنضايق ضيوفنا التيتا اديتا واحد بيتعب والله ولما بطريقتنا بنكس في كل مصري ساعتها كده يبقى مش هيكرهوك انت لوحدك لا هيكرهونا كلنا طب حاضر اتفضلوا ها طب الحساب طيب حضرتك الحساب الفلوس مش بس انت اللي هتخسر كلنا هنخسر السياحه خير لينا كلنا